السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحد الإقامة سكنية وعلى كذلك التهيئة العمرانية بصفة عامة في جنوب قسنطينة في حي زواغي سليمان، إذن وكذلك يعني كيف راهي ماشية، يعني الحركة العمرانية والتوزيع التوسع العمراني في قسنطينة وحي زواغي اللي كبر بزاف، وكذلك يعني بارابور يعني بالنسبة للمطار، مطار تاع قسنطينة هنايا والجامعة، جامعة قسنطينة الكبيرة هنا جامعة صالح بو بنيدر. انا نشوف يعني الحي هذا تاع زواغي سليمان، نشوف يعني ما كاش تهيئه مسبقه، يعني التطور العمراني رايح بطريقه ارتجاليه وعشوائيه، ما كاش صوره استشرافيه مستقبليه، ما كاش ان بلان دوكيباسيون دي سول ان بدوس، حتى ولو موجود البدوس هذا البلان دوكيباسيون دي سول راه في الادراج، لا نساهد لا منحش، يعني كي نشوف الواقع نتاع التطور العمراني هذا ما نشوفش بلي كاين بلان، يعني مخطط راه الحالات تمشي عليه. زيد الى ذلك غياب التهيئه العمرانيه في هذا، ما عدا بعض يعني لي غران زاكس اللي كاين فيهم بعض التهيئة، أما كما نشوف هنا هذا حي كبير يعني لكن غياب التهيئة، وبعض المشاريع يعني السكنية هي والله العظيم يعني كبيرة ويعني بالتصميم تاعها جميل وكذا، لكن يعني لو بلون دو ماس تاعها يعني الوضع الجغرافي تاعها جاية مهملة مرمية في آخر، مش وفي ومشتتة هذه الأحياء السكنية أو الإقامات السكنية كلها مشتتة. وناخذ كمثال هذه هنا زهرة ريزيدنس، يعني إقامة زهرة اللي راهي هنايا، وسنشاهد الصور نتاع الإقامة هذه. هي في الحقيقة الإقامة في حد ذاتها فيه تصميم، فيه يعني مراعاة للمقاييس الهندسية وكذا والجمالية، لكن الوضعية الجغرافية نتاعها في جاية في مكان بدون التهيئة، بدون، وهذا هذا هو السمة يعني بصفة عامة في كل الولايات نتاع الوطن. نخلوها للمسؤولين إذا كان قادرين يديروا يعني دي بلان داميناجمون، وخاصة يطبقوهم على الميدان. إذن هنا نشوف هذا الحي هذا اللي على حسب الصور يعني نسبة الإنجاز نتاعو تقرب 60 أو 70%، هو في الحقيقة حي جميل، وسنشاهد الصور. وهنا إذن نكتفي بهذا التحليل ونخليكم مع الصور نتاع الحي هذا نتاع الإقامة هذه، إقامة الزهرة. وهنا ثاني كان إقامة لونطانا هذه، ثاني إقامة جميلة وتصميم تاعها جميل، لكن سوف نتكلم عليها في فيديو آخر. اليوم نخليكم مع صور نتاع إقامة الزهرة اللي موجودة في حي زواغي، والسلام عليكم.